بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الشاطر، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية المنطقة في التعليم، منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لشؤون المغرب. أود يعني بهذه المناسبة، اليوم العالمي الأممي فاتح ماي، أن يعني أحيي الطبقة العاملة والشغيلة المغربية عموما، ونتمنى يعني من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء. نحن في الاتحاد الوطني لشؤون المغرب رفعنا شعار نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة، وهذا الشعار صراحة نابع من معاينتنا الواقع ديال الطبقة العاملة على المستوى الوطني جراء هذه التداعيات، وقبلها كذلك من تسريحات، من تضييق على الحريات النقابية، من كذلك يعني الاستهداف يعني القدرة الشرائية إلى غير ذلك، وهو يعني واقع لا يرتفع. نتمنى من هذه الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية. لا يفوتني كذلك بهذه المناسبة أن أحيي عاليا الشغيلة التعليمية التي خاضت نضالات مستميتة من أجل الحقوق ديالها، واللي تنعتبرها حقوق يعني مشروعه، وحقوق اللي صراحه يجب التفاعل معها من طرف الحكومه ومن طرف يعني وزاره التربيه الوطنيه. وتنتمنى ان بدايه ديال الحوار القطاعي خلال اللقاءات التي تمت يعني يفضي الى حل مجموعه من الاشكالات التي نظن بان يعني النظام أساسي جديد عادل ومتوازن سيحقق ولا محالة مجموعة من المطالب لمجموعة من الفئات الشغيلة التعليمية. لا يفوتني كذلك أن نؤكد أن هذه الإجراءات الاحترازية والإجراءات التي اتخذت على مستوى هذه الجائحة، القط بالظلال ديالها على واحد مجموعة من المواطنين، مجموعة من المهنيين، مجموعة من يعني أصحاب يعني أرباب المقاهي، وكذلك المستخدمين بالمقاهي، وواحد مجموعة من الشرائح يعني متعددة من يعني المواطنين، اللي صراحة يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه المعاناة ديالهم، خصوصا في هذا رمضان بعض المهن التي تضررت. وبالتالي نظن بأن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المعاناة، يعني ترفع هذه الإشكالات الاجتماعية والمادية التي تعيشها هذه الطبقة. نتمنى هذا فاتح ماي أن يكون وقفة للتأمل في هذه الوضعية ديال المستخدمين يعني والطبقة العاملة عموما المغربية، ليفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى حل مجموعة من الإشكالات، وبطبيعة الحال الاستجابة لمجموعة من المطالب اللي كنعتبروها مشروعة. وتحية مرة أخرى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.